ولذلك على الخطيب ألا يذكر هذه الجملة إلا أحيانا، لا يستمر عليها، وهو قوله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. لو قال أحيانا فلا بأس، لو قال أحيانا لا إشكال، لكن لا يكثر منها. ثم إذا قالها ورفع الناس أصواتهم عليه أن ينبه. ثم الأمر بالذكر هنا ليس الذكر باللسان، ذكر الله هو تعظيم الله عز وجل، هو تعظيم الله عز وجل.